التقى سعاده السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعه والتجاره وخلال اللقاء تم بحث تعزيز التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصله بمجالات عمل الوزارتين والارتقاء بالخدمات المقدمه للمواطنين وتنميه الموارد البشريه ودعم اصحاب المؤسسات الصغيره والمتوسطه فضلا عن تطوير مهارات القوى العامله الوطنيه في سوق العمل